تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. حلقتنا اليوم إن شاء الله فيها العديد من المواضيع. معنا في التنسيق ميرا الإغفلي، صبحك الله بالخير، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل، حياك الله معنا عيسى. واليوم رجعت لنا الدكتورة ندى الملا، صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور يا محمود، وكل عام وانتم بخير. مؤخرا يعني بعد ما خلص العيد، ان شاء الله كان عيدكم جميل وسعيد واستانستوا فيه وقضيتوه بحكمه، يعني استغليتوا الوقت في هالاجازه الجميله اللي كانت واستانستوا من غير اصابات. يقول لك ما اتذكر والله كم الرقم، لكن اقرا خبر ان حد يتذكر كم حادث صار في العيد اللي اعلنوا عنه الشرطه؟ لا انا عارف كم، انا اتذكر 62 يمكن او شيء حادث في 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 ايام العيد فقط. لا حول ولا قوه الا بالله. فالواحد يعني يدير باله يا جماعه الخير، صح زحمه وصح ان الناس طالعين مستانسين وكذا، لكن لا يعكر صفوه وصفوه الاهل معاه وياخره محمود. يعني تخيل الحادث لما يستوي تري الدوريه ولما التقرير والسياره بدك تشتغل ما تشتغل تحتاج جراج، فنحاسب شويه عشان نستانس باجازات في باجازات بشكل افضل. نحاسب وايد مو بشويه. صحيح. انزين، عموما ذكر بارقام التواصل معنا للاتصال على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على اكاونت نور دبي فقط على الانستغرام، لأن محمود طبعا نسى الايباد اليوم. شو؟ محمود نسى الايباد اليوم عشان يطلع على الاكاونت. كل يوم عيسى يقول كل يوم تنسى الايباد. صار لي والله يومين وفي السيارة أبا نزله، يوم وصل للسودة أتذكر. عطني أنا بشيل في سيارتي. لا في اشياء سريه، في اشياء كذا ما يسوي انت تاخذينه. زين خلي عندك بس نساك اليوم. عموما يقول لك دكتوره، ولا ناخذ اسماء اذا موجوده معنا على الهواء؟ اسماء ناخذ الجميله. اسماء اول شيء. اسماء صبحت الله بالخير. السلام عليكم. صبحكم الله بالنور والسرور. صباحك ورود وجمال يا اسماء، وانا ويلكم باك بعد الاجازه، اشتقت لصوتك والله. حبيبتي والله. زين نبدأ أول شيء مع رسالتنا اليوم، وهي ابحث عن طرق وتقنيات عدك في تخفيف ضغط العمل لديك. فالابتكار الحقيقي ليس في العمل الكثير، ولكن في العمل بذكاء أكبر. في وايد طرق أن الواحد يخفف الضغط النفسي اللي عليه عن طريق بعض الأشياء اللي اشتراها أو سواها أو رتبها. شغلة راح يكون طريقة وايد مميزة وتساعده أكثر. مثل ما يقولون don't work hard work smart. صحيح صحيح يا أسماء. فغير هذا نوه الأمهات أن أهمية، طبعا هالنصايح اللي كانت موجودة، نفضل دائما الآباء والأمهات يشاركون عيالهم في شراء المستلزمات المدرسية، لأن ذلك يساعدهم للتهيئة العام الدراسي الجديد بشكل نفسي. لما يشترون أغراضهم يتهيئون نفسيا ويتعلمون كيفية تنظيم الوقت بشكل والأمور والتخطيط لها بشكل مبكر. فدائما ننصحهم أن يشاركون أبنائهم في كل اللي يسوونه لهم للمدرسة، ويعطيهم على طبقة من الذهب ويعود لهم على الدلع. صحيح، أنا أيد هذا 100%. لما تعودين الطفل هو يشاركك في كل شيء، تخلقين عنده الاعتماد على النفس وأنه يكون له رأي مسموع. يعني مو بس أنا أجيب له الأغراض وأقول له هذا الأغراض عندك وما يتعب، لا، لما يروح هو يختار، وحتى لما تكونين معاه أنت تساعدينه في الاختيار، توجهينه كيف يختار، فوالله حتى يقوي العلاقة بين الأهل والأطفال. وآخر شيء عندنا اليوم لقاء قيادات في خدمتكم، بيكون مع الدكتورة حمد المسمار وهي مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة.
فاللي عنده اي مقترحات ملاحظات يبغى يفضفض ترى نحن نكون موجودين من الساعه 11 لين الساعه 12 بنكون لايف على البريسكوب وعلى الانستغرام. حتى يقدرون يكلمونا او يعطونا اسئلتهم الحين وراح نطرحها في البث المباشر. ممتاز يا اسماء. اسماء كم رقم رقم المجاني؟ لا هي قيادات في خدمتكم اللي هو بيكون على الرقم المجاني 800342. يقدرون حتى يتصلون خلال البث ويتواصلون مباشرة مع دكتورة حمدة. أحس الأسماء وايد عليها طلب كبير. صحيح. شكرا. الله خير يا اسماء. مشكورة. الله يخليكم وبالصحة والسعادة. شكرا لك. الزواج يزيد فرصة البقاء على قيد الحياة لدى مرضى القلب. أنا من أمس يوم قريت الحلقة تحمست للخبر. أنت تحمستي، أنا الخبر شاك فيه. أنت أحسيت أنت مش بتشكك في هالدراسة. لا خلينا نشوف الخبر شو يقول. يقول كشفت أبحاث جديدة أن الزواج يخفض من معدلات الموت بسبب أمراض القلب. وقالت الدراسة أن فرصة المتزوجين المصابين بأزمة قلبية للبقاء على قيد الحياة تزيد بنسبة 14% عنها لدى العزاب. ويعود هذا على الأرجح إلى أن الأزواج يعيشون نمط حياة صحي وفقا للبحث. وأشارت الدراسة إلى أن نمط الحياة الصحي قد يمثل في اعتماد أحد الزوجين على الآخر لتذكيره بمواعيد الدواء ومساعدته عموما في التعامل مع المرض. وقال بول كارتر المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة أوستن في برمنغهام إن من المرجح أن يقدم وجود الزوجين في المنزل الدعم العاطفي والجسدي على عدد من المستويات. الحمد لله مسوي دراسة ريال. بس مسوينها في بريطانيا. هو نفس الشيء. لا إذا يسواها هني متأكدة نفس النتائج. صدقني تزيد النسبة. يلا إن شاء الله يا رب، بالعكس نتمنى. احنا الشعب لنا قدرة محمود ان احنا يعني احنا نحب نحن على الريال عشان يتذكر ياخذ ادويته يمارس رياضة يحسن من كثر الحن يتا ازمة قلبية. الحين هو السؤال من وين يتا الازمة؟ ليش يتا الازمة؟ مو يتا الازمة احتمال يوم انصدم اول صدمة في الزواج، بس بعد هذا حنت الحرمة الجميلة عليه عشان يتذكر ياخذ ادويته عشان الازمة اللي سببت له في البداية تطول في عمره. أنا ما فهمت شو قلتي. أنت تقول حرمة سبب الأزمة القلبية في البداية، بعدين تحن عليه عشان يأخذ الأدوية حق الأزمة اللي هي سببت له في البداية، فيكون في تعاون شيء ودعم عاطفي يعني. بس سبب لك أزمة، بس بذكرك تأخذ الدواء حق الأزمة. الحل التفاحة. أيوة الحل التفاحة. شو شو التفاحة عاد هذه؟ التفاحة إن هي تقيك من يعني زيارة الطبيب. تفاحة في اليوم. بس ما تغنيك عن الزواج بعد. صح. لا ترى لا، هو الزواج شيء يعني أمر لا بد منه. صحيح. ف عيسى عايبتنا الدراسة. عيسى مبتسم. عيسى وايد مستأنس اليوم. هو يشوف تفاعل محمود مع الدراسة. أنا بس أحمد الله أنا مسوي دراسة ريال، لو كانت حرمة كان أكيد شكك فيها محمود، بس بما أنه ريال فالدراسة إن شاء الله قوية. زين هو يعني النسب ترى يعني 14% شوية يعني عن العزاب 14% عن العزاب يعني كل مليون 140 ألف بيعمرون. هذه نسبة كبيرة. الأعمار بيد الله والنعم بالله. زين واحد يقولك والله باقي لك يومين ثلاثة شهور ستة شهور خير. أنت تعرف أكثر من رب العالمين. لا الأعمار بيد الله صحيح، ولكن ممكن تكون مرأة سبب في إطالة عمرك، ويمكن العكس. وصل الفاصل عيسى؟ لا يمكن العكس. لا دكتورة هو شوفي للأمانة يعني الفكرة طيبة. الفكرة الرئيسية من هذه الدراسة أن الاثنين يتعاونون، إذا حد منهم مرض ولا شيء استوابه صحيح انزيد فهو الأزواج يعني الرجال والحرمة، مو بس الرجال عرفتي يعني. صحيح. حتى الحرمة مستفيدة. صح مستهي. إيه؟ اوكي مستفيده عاطفيا يعني. لا حتى ترى هي يمكن هي تكون مريضه. هي صحيح.
يعطيها الدعم، ذكرها بالأدوية، يطبطب عليها لما هي تتعب أو تمرض، يعطيها الأمان أنه هو راح يكون بجنبها إذا مرضت أو تعبت. وهذا ينطبق على الصوبين، يعني من رجل المرأة والمرأة للرجل، لأن هي عبارة في النهاية محمود شراكة. هي عبارة عن، لو كل زوجين فكروا بأن حياتهم عبارة عن شراكة، إحنا شركاء في نفس الأشياء، صدقني وايد المشاكل ما راح تستوي وراح تتغير نظرتنا للحياة الزوجية. والله دكتورة تبغين الصدق أحيانا، يوم يعني أنا ما أحب أعمل هذه المقارنات، ولكن نمط الحياة الصحي اللي موجود في الغرب يعني أقوى من نمط الحياة الصحي اللي موجود عندنا. إنزين ليش؟ لأن هم يعني يستثمرون في شبابهم، لما يوصلون هذه مرحلة كبيرة من العمر هم عارفين يستثمرون في شبابهم في هذا المجال. ليش؟ بتحصلينهم يلعبون رياضة بشكل يومي، أكلهم صحي، يمرون على الدكاترة تشيك أب بين فترة وفترة، يسوون إذا حسوا بأي مشكلة أو شغلة يسوونها. صح أن هنالك بعد الكثير أنه ما يتبعون نمط حياة صحي، ولكن نحن نتكلم كسمة عامة للمجتمع، ثقافة المجتمع بشكل عام. بالضبط. يعني اللهم لك الحمد، نحن عندنا كل الوسائل اللي توصلنا على مرحلة أن نتبع أنماط صحية في حياتنا. صحيح. سوونا الممشى مثلا في 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 المنطقة، في كل فريج الحين في ممشى تقريبا، في ألعاب، في كذا. صحيح. ممكن تروح البحر، ممكن تاخذ سيكل وتمارس هذه الهواية. أعتقد محمود هذا دورنا في البرنامج، يعني برنامج الصحة والسعادة، دورنا خلق الوعي أو رفع معدل الوعي، نشر الثقافة المعينة. هي مو بس معلومات طبية إحنا نعطيها، إحنا ننشر الوعي ونرفع مستوى الوعي عشان نوصل نمط الحياة الصحي، تقل عندنا الأمراض، مضاعفات الأمراض، وتقل عندنا الوفاة المبكرة. عموما نحن وصلنا إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن مركز دبي لإعادة التأهيل بمناسبة يوم العلاج الطبيعي العالمي. بيكون معنا إن شاء الله عدد من المعنيين في هذا المركز، ما أخبركم منه بعد الفاصل. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن قبل الفاصل قلنا نتكلم عن خدمات مركز دبي لإعادة التأهيل بمناسبة يوم العلاج الطبيعي العالمي. معنا في الاستوديو الأستاذ يوسف الزرعوني، مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بالإنابة، ومعانا رانيا الياس، ممارس معالج طبيعي أول. حياكم الله في الاستوديو، نورتونا مرة ثانية، وحياكم الله بعد العيد، وكل عام وانتم بخير. وانتي طيبة إن شاء الله. تفضل محمود. أنا تفضل. حاضر. شو هي الفعاليات اللي يعني أنتم حاضرين بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي؟ وهذا اليوم هو شو اللي شكله لكم بالنسبة لي مركز دبي للعلاج الطبيعي لإعادة التأهيل؟ أول في البداية أحب أن أشكركم على الاستضافة هاي، وأشكر فريق العمل اللي عندكم على كل ما تقدمونه في البرامج متميز إن شاء الله، وأخبار وكل ما يخص الصحة. نحن طبعا في البداية عندنا فعالية هذه سنوية، حدث عالمي، وهو طبعا اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، يقام في كل سنة في 8/9 من كل 8/9. طبعا الهدف طبعا من هذه الفعالية هي نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة فيما يخص العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي، وكذلك إبراز دور العلاج الطبيعي في العلاج كوقاية وعلاج الكثير من الحالات والأمراض. طيب الحين يعني هذا يقودني للحديث أن العلاج الطبيعي، هل هو هذا المفهوم الدارج اللي عند الناس كلهم أن العلاج الطبيعي اللي يعني تمارين والواحد يسوي تقوية للعضلات وكذا، أم في لها أبعاد ثانية؟ هذا طبعا. واحد. اثنين، شو هي أبرز الخدمات اللي يوفرها المركز؟ محمود قبل ما أحب أن أركز
أهمية العلاج الطبيعي بالناحية الوقائية. طبعا الناحية الوقائية نحن نقول أن العلاج الطبيعي يدخل في الكثير من الحالات والأمراض المنتشرة، والمضمونة هاي تتركز على الحركة البدنية والجسدية اليومية. أنت مثل ما عارفين الأيام الكثير، يعني أثبتت الدراسات أن النشاط البدني الوقائي تحت إشراف اختصاصي علاج طبيعي يقلل من الإصابة من الكثير من الأمراض مثل السكري، داء الضغط، ونسبة ارتفاع نسبة الكوليسترول، وكذلك الأمراض الجلطات، جلطات القلب، الذبحات الصدرية، وكوقاية. هذه بداية. صحيح. الثاني علاج، العلاج الطبيعي دخل في الكثير العلاج من الحالات اللي هي الأمراض الأعصاب، المفاصل، هي المكتسبة والمزمنة. يعني المكتسبة اللي هي أمراض الدماغ، العمود الفقري، السقوط والحوادث بشتى أنواع، يعني حوادث سيارات، حوادث العامة، إصابات رياضية. فالحمد لله أن العلاج الطبيعي صار يعني جزء لا يتجزأ من، يدخل في العلاج بالكثير من الأمراض والحالات المكتسبة والمعقدة. يعني ممتاز. أستاذة رانيا الياس، بما أنت معالج طبيعي، يعني مثل ما نقول أنت في قلب الحدث تكوني مع المرضى، شو أكثر حالات تشوفينها يتم تحويلها لمركز علاج طبيعي؟ مركزنا بيستقبل كل الحالات لكل الفئات العمرية، عنا الأعمار البالغين وعنا قسم الأطفال حتى المتخصص عنا في المركز. الكبار عنا الأمراض العصبية وعنا إصابات المفاصل والعمود الفقري والعضلات. وللأطفال هني كل الإصابات العصبية اللي الخلقية أو المكتسبة عند الأطفال. تفضلي. كأعصاب ممكن يكون بعد حوادث سير، إصابات كمان مكتسبة أو أشياء خلقية، الإصابات العظام ممكن بعد الجراحة، بعد كسر، بعد سقوط، أوجاع ظهر، مفاصل، ألام مكتبية، وايد أشياء يعني. وايد أشياء، كل شيء. إنزين اختيرانية، إذا أنا ما بتكلم، يعني أستاذ يوسف أشار إلى نقطة مهمة جدا، هي نقطة الوقاية. يعني هنالك يعني للعلاج الطبيعي دور في الوقاية من العديد من الأمراض. هل لازم أن أتوجه لهذا المركز للوقاية، أم أني أنا أقدر في حياتي العامة أمارس بعض النشاطات اللي أقدر أسويه حتى أنا في المكتب، في العمل، طبعا، في أي مكان، ممكن طبعا أقي نفسي من العديد من الأمراض اللي ممكن تخلينا أتوجه لي عندكم؟ طبعا نحن مركزنا خصوصي هالسنة كنا أطلقنا حملة أقوى من الأمس، اللي هي حملة الأساس، أساس هذه الحملة هو الحملة؟ أقوى من الأمس. هذا مثل المدير يوم تقول له متى تبغي الديدلاين، يقول لك البارحة. نحن رح نكون أقوى من الأمس في الوقاية، أقوى من الأمس بزرع ثقافة الحركة الرياضية اللي نحن عم نتوجه. مشان هيك مركزنا قمنا بزيارة المدارس، المؤسسات الحكومية، الأشخاص اللي جالسين في المكاتب، أعطيناهم إرشادات عن طريقة القيام بالتمارين الرياضية هن وعلى مكاتبهم. عملنا توعية لطلاب المدارس عن الشنط المدرسية هلأ خصوصي على بداية المدارس. كمان نوجه دعوة لكل المدارس اللي حابين أنه نحن نجي نزورهم ونعم تتحمل التوعية للمدارس، كمان نحن موجودين وحاضرين في أي وقت. صرنا على مطار دبي الدولي، كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة عم يطلبونا حتى مثل ما تفضلت كرمال الوقاية. يعني هم انتوا تتبعون الحكمه اللي تقول وقايه خير من العلاج، يعني انتوا تقونهم الاصابه بالاصابات المختلفه طبعاً، عشان ما يضطرون يحضرون المركز للعلاج. طبعا بما يترتب من خساره، لانه عم ياخذوا سيكليف، عم ياخذوا اجازات، عم يغيبوا، عم يخفف من انتاجيه العمل. صحيح. ومن انتاجيه الشخص ونفسيته وانتاجيته. صحيح. طيب هني ابغى اتكلم على موضوع، يعني ان في بعض الاحيان تحصل مثل حد من ربعك ولا حد تعرفه متعور، تقول كيف تعور؟ هو مشيت وطحت بروحه يتعور. يعني هذا شو اسبابه؟ ابغى اعرف اذا واحد ماشي تخرطف بروحه من نفسه وطاح، هل
مؤشرات على وجود بعض ال هشاشة العظام يعني؟ هي ما في سبب، ما في شيء من لا شيء، ما حد ممكن يطيح إلا إذا تخرطف في شيء وطاح. وإلا ممكن يكون ضعف عضل، ممكن يكون هشاشة عظام، ممكن يكون آلام بالمفاصل، مشاكل نظر، التوازن كله. شباب صغار، أنا ليش سألت هذا السؤال؟ لأن أبغى أتكلم عن نمط الحياة اللي نحن نعيشه حاليا. هل هو نمط حياة بالفعل صحي، قادرين أن نحن نقي نفسنا من العديد من الأمراض ولا لا؟ لا طبعا. أنا عشان يعني أبغى أتكلم عن اليوم العالمي يوسف، اليوم العالمي فيه له شعار معين، فيه رسالة معينة تبغون توجهونها أنتوا للناس؟ رسالتنا أكثر شيء، شوف في ظل التطور التكنولوجي وانتشار طبعا وانتشار وسائل الراحة، طبعا العزوف عن النشاط الحركي الجسدي قليل ما يعني انت بس احسب كم تجلس انت على في المكتب، يعني في ناس يعني جلوس هذا الوقت الطويل. الحمد لله شغلي مو مكتبي. غيرك زين. هذه طبعا اثبتت الدراسات ان هذه لها سبب كثير من اوجاع الالام الرقبه والظهر، يعني واستخدام الحاسوب زين. الحين تو سؤال يا من واحد من المستمع من المتابعين على الانستغرام، يقول عاني من الام الرسغ بسبب استخدام الماوس والكيبورد، هل هناك علاج طبيعي ذاتي امارسه بين الحين والاخر لتفادي ذلك على وزن؟ انا صح، نحن من 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 خلال هالمنبر هذا انا ادعو الكل، يعني افراد المجتمع كلهم سواء المرضى العاملين كل ما كان، اي واحد مثلا عنده قريب حتى طلبة العلم، هذا يوم، هاي فرصة. نحن طاقمنا موجود، بيكون ان شاء الله بيكون في 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 ديوة تاريخ يوم الاحد تاريخ 10 ان شاء الله. هاي فرصه، طاقمنا طاقم المعالجين والاطباء المتخصصين في العلاج الطبيعي موجودين لتقديم المشوره ونصايح شو ما كان، اي واحد مثلا عنده اي مشكله الدعوه مفتوحه من وانا اتمنى انتم كذلك اعلام يعني متواجد ان شاء الله. فهذه دعوه يعني نسبوت بنا بيكون فيس تو فيس. شو الاوقات؟ من الساعة 9 لين 1، من الساعة 9 لين 1 وان شاء الله حتى النتائج يعني بتطلع في نفس الوقت، يعني الطبانة موجودين يعطونهم من المشورة والنصائح الطبية. على هذا الطاري انا احس ان كل واحد فينا محتاج علاج طبيعي. ها شو رايك دكتورة؟ طبعا هو عشان ما عندنا نظام نمط، ما عندنا رياضة، مو جزء اساسي في حياتنا اليوميه. هو احيانا تدرين ليش؟ لان هم ذكروا مسألة ان في شيء لا سلامتك لا اقول ولا ما اقول شو اسمه، ذكروا ان مساله العلاج الطبيعي هي عباره عن وقايه. صحيح. اذا فيجب علينا كلنا ان نمارس العلاج الطبيعي، صح هذا الكلام ولا لا؟ لا ليش؟ انا في البدايه محمود قلت لك يعني مضمون العلاج الطبيعي تتكز على ايش؟ على الحركه الجسديه والبدنيه، التمارين طبعا. لا مع تحت إشراف يعني، تعال راجعنا ونحن نعطيك المشورة والنصائح ونسوي لك برنامج يعني صحي إن شاء الله. رانيا تقول لي لا، ليش لا؟ ليش لا؟ العلاج الطبيعي هو أنت عم تخصص وقت تتروح تقضي 45 دقيقة بمكان علاجي في وقت أنت فيك تغير بأسلوب حياتك، يمكن بطريقة أكلك، وقتها بتخفف وزنك رح يخف ألام الركب، يوم بتعمل رياضة رح يخف ألام الركبة، يوم بتدخل أسلوب الحياة، هو تغيير أسلوب حياة ونمط حياة، مش 45 دقيقة تروح تسوي جلسة وبتضيع. أبسط شيء تحسين الجلسة، أبسط شيء ممكن تسوي حسن الجلسة، فما تين ألم الرقبة والكتف اللي موادنا سعنهم أكيد أكيد. مدام اتطرقت الأخت رانية على السريع على بألام الظهر، اليوم نحن عندنا يوم مفتوح اللي هو خلال أسبوع اليوم هالأسبوع مخصص لألام الظهر ومشاكل الظهر، فدعوة بعد من منبركم الجميل يتوجهون إلى مركز دبي، مركز دبي للعلاج الطبيعي إذا إعادة يعني التأهيل في جميرة، في جميرة في الصفا موجودين، الطاقة موجود من الساعة كم لساعة كم موجودين؟ من 11 لين 12 مجانا؟ طبعا فحياهم الله. اللي عنده اي استفسار بالنسبه لالام الظهر شو ما كان، فان شاء الله نحن جزاكم الله خير. يوسف زرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل، نحن شاكرين لك هذا التواجد. شكرا لك
أستاذة رانيا الياس، ممارس معالج طبيعي أول. شكرا لكم. نورتونا وشكرا لحضوركم. وصلنا للفاصل يا عيسى، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أنا كنت ماخذ جلسة علاج طبيعي حقيقي. إيه محمود طلع معاهم، كانوا ياخذ جلسة علاج طبيعي في الاستوديو. تنخذ محمود عادي بنعفيك من باقي البرنامج. لا أخذت، خلصت. هي. شو تحس إن شاء الله أحسن؟ والله زين. الحمد لله زين. هو ترى محمود العلاج الطبيعي أساسه السر، ما نقول يعني السر فيه في العلاج، من بالعادة ما تحس بالتأثير من أول جلسة، ولازم تواظب وتكمل عليه في البيت، هذا هو السر. فالمهم الحين بنتكلم عن موضوع مهم وجميل مثل مواضيعنا كلها طبعا، بنتكلم عن خدمات قسم علاج الغدد والسكر في مستشفى دبي. معنا في الاستوديو الدكتور علاء الدين بشير، استشاري غدد والسكري في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور علاء، نورت الاستوديو وحياك الله. اهلا عليكم، السلام ورحمة الله. بس تقرب المايك دكتور عشان نسمعك بوضوح. صباح النور. أولا أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أنه استضافة الناس تستفيد منها إن شاء الله. دكتور، يعني الخدمات اللي يوفرها مستشفى دبي لعلاج الغدد والسكري، طبعا يعني هي من الأمراض المزمنة اللي الواحد قدر الإمكان يحاول أنه يتفاداها ويقي نفسه منها، ولكن هنالك يعني خدمات مميزة تقدم في مستشفى دبي لهذا المرض، خلنا نتعرف عليها. نعم، بداية أحب أقول إنه الخدمات المقدمة من قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي ممكن نقسمها لثلاثة خدمات أو ثلاثة نوع من الخدمات. ممكن نبدأ دائما بنقول الوقاية خير من العلاج، في خدمات وقائية. صحيح. ودي بتجي عن طريق في معظم الأوقات ممرضات أو مثقفات السكري بيعملوا حملات توعوية داخل المستشفى، ودي بتتقدم بيدوا المرضى فكرة عن السكر أو الأمراض المحددة الموجودة وكيف يتفادوها وكيف يقوا نفسهم من الأمراض. النوع الثاني من الخدمات المقدمة هي الخدمات العلاجية، ودي طبعا الكورة والأساس بتاع الخدمات اللي بتتقدم من قسم الغدد الصماء، ودي كمان تنقسم لاثنين، إما خدمات للمرضى داخل المستشفى وهذه للحالات الطارئة، إذا كان واحد عنده هبوط في السكر أو ارتفاع خالص في السكر مع زيادة في حموضة الدم، هذول بيتنوموا في المستشفى وبياخذوا علاجهم. صحيح. الأهم والبلك بتاع المجموعة الأكبر هي العيادات التخصصية اللي بيعملها قسم الغدد الصماء، ودي احنا بنقسمها لنوعين، عيادات تخصصية عامة يعني عيادة السكر، عيادة الغدد، غدة الدرقية مثلا، وفي عيادات تخصصية. العيادات التخصصية الموجودة موجودة إما بنسميها عيادات مشتركة، ودي هسه بدينا فيها جديد، والخدمات افتكر اللي مقدمة فيها يعني خدمات ممتازة، اللي يكون في أكثر من تخصص في نفس العيادة. يعني مثال عيادة السكر والحمل، بيكون موجود أخصائي من الغدد الصماء ودكتورة بتاعت نساء ولادة في نفس العيادة، بيشوف المريض في نفس اليوم وبيدوه النصيحة المناسبة وبيروح المريض. في عيادة السكر والكلى، أي مريض عنده سكر وفي نفس الوقت عنده مشكلة في الكلية، بيكون موجودين دكتور الكلى ودكتور السكر في نفس العيادة، في نفس الوقت بيدوا النصيحة المناسبة. في عندنا عيادة الغدة الدرقية والجراحة، كل المرضى اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية ومحتاجين جراحة بيتشافوا في نفس اليوم بدكتور بالجراح ودكتور الغدد الصماء. ممتاز. في عيادات تخصصية تانية بيكون فيها موجود طبيب الغدة الصماء لوحده، اللي هي زي عيادة مضخة السكري، مضخة الإنسولين، وفي عيادة الغدة الدرقية، هذه
بيكون موجود دكتور الغدة الدرقية لوحده. ممتاز دكتور. طبعا مثل يقول الموضوع الأكثر تداولا احنا عندنا في المجتمع طبعا موضوع السكر والعلاجات الجديدة له، خصوصا مريض السكر ياخذ انسولين، يضطر ياخذ ابرة واكثر عن ابرة في اليوم. نعم. وطول العمر وهالاشياء، فتلاقي بين فترة وفترة تطلع دراسات وتطلع مثل يقول علاجات جديدة في مجال السكر تعتبر. نعم. ثورة. وتلاقي المرضى دائما يسألون هل هاي ينفع لي او ما ينفع لي، مثلا مضخة الانسولين مثلا. نعم. الابرة تاخذ مثلا مرة واحدة في الاسبوع او مرة واحدة مثلا في الشهر، فشو احدث علاجات موجودة للسكر متوفرة عندنا في الهيئة؟ حاليا اللي متوفر في الهيئة ممكن نبدأ بالإبرة الإسبوعية، دي موجودة ومتوفرة. إبرة مرة في الإسبوع لمرضى النوع الثاني من السكر. احنا طبعا عندنا نوعين، النوع الأول بيحتاجوا إنسولين، النوع الثاني في الغالب بيكونوا على حبوب. صحيح. هذه للنوع الثاني، والمفيد فيها إنه أولا تساعد على تنظيم السكر، بتساعد على تخفيض الوزن. صحيح. وفي نفس الوقت في دراسات جديدة عليها إنها بتحافظ على القلب، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في السكر طبعا معرضين لمشاكل في القلب، فلما ياخذوا هذه الإبر بتقلل الإصابات بمشاكل القلب. من الحاجات الجديدة برضو موجودة في أنواع جديدة من الحبوب اللي هي ما تشتغل على البنكرياس زي باقي الحبوب بتاعة السكر، ودي برضو عليها دراسات مفيدة جدا إنه بتنزل الوزن، بتقلل الضغط، وفي نفس الوقت بيتقلل الإصابات بنسبة السكر، بنسبة إصابات القلب بنسبة عالية جدا. شو هذه الحبوب دكتور؟ حبوب تشتغل على الكلى، بحيث إنه إذا الواحد أكل يرتفع السكر، السكر لما يرتفع عادة الكلية، لأن السكر مفيد. أوكي. العادي مفيد للجسم. صحيح. للطاقة. صحيح. الكلية عادة بترجع تمتص السكر كله ترجعه للجسم. أوكي. هذه الحبوب تمنع إعادة امتصاص السكر من الكلية، بالتالي يطلع السكر في مع البول، فيساعد في تنظيم السكر، يساعد على تنظيم السكر، ولأنه الواحد بيفقد كمية من الجلوكوز في البول، بالتالي بتقل السعرات الحرارية اللي بياخدها وبينزل الوزن معه. هذا زين، هذا عطنا منه. هل حبوب تأخذ يوميا؟ تتأخذ في الغالب حبة في اليوم. نعم، حبة في اليوم. فهل العلاجات الجديدة دائما المرضى يسألون هل يغنينا عن العلاجات التقليدية اللي موجودة ولازم أدمج بين الاثنين؟ والله في معظم الأحيان هو الحاجة اللي لازم يعرفوها المرضى، إنه مرض السكر مرض عادة متطور. صحيح. يعني للأسف إلا في أول أو بداية المرض ممكن الواحد يقي نفسه أو يعالج نفسه تماما من السكر بإنه يتبع أسلوب حياة صحي وينزل وزنه، بالتالي ممكن يفقد السكر. صحيح. لكن بعد ما السكر يتمكن من الواحد عادة بنبدأ بحبة، بعدين حبتين، بعدين ثلاثة. صحيح. بعدين إبر. بالتالي كل ما يجي دواء جديد ما حيغنينا عن الأدوية القديمة، حيكون إضافة للأدوية القديمة، دي حاجة. الحاجة الثانية مش كل مريض بينفع معه أي دواء. صحيح. في وجود الأدوية المختلفة أنا بفتكرها نعمة، بحيث إنه الدكتور بيكون عنده الخيار، إذا المريض الدواء ده ما ينفع معه ونقدر نديه الدواء الثاني. صحيح. فالتوفر بتاع الأدوية أفتكر واحد من الحاجات الكويسة، والمرضى كل واحد بيناسبه دواء لازم الواحد يكون عارف كده. ممتاز. محمود تعرف شو أكثر جملة حنسمعها كأطباء عائلة في العيادة لما حدينا نقول عنده سكر؟ شي قلنا عندي سكر خفيف. أيوة. شو رأيك دكتور في مقولة عندي سكر بس خفيف؟ فيرفض يأخذ الدواء يقول سكري خفيف. والله أنا السكر ما أحب عادة نقول عليه سكر خفيف، أو يعني فعلا زي ما قلت جملة دائما. أيوة. الناس يقول لك والله السكر عندي بسيط، لا وما عندي مشكلة. في النهاية لما تجي تراجع وتشوف أنه عنده أوريدي مضاعفات حاصلة من السكر وهو. صحيح. مش منتبه لها. صحيح. دكتور أنا السؤال اللي يدور في بالي دائما أن السكري قد يصيب بعض الأشخاص، ولكن هل هنالك طرق للوقاية منه؟ هذا واحد. اثنين، إذا كان المرض في بدايته هل ممكن علاجه؟ نعم. طيب أن نبدأ بالسؤال الأول، هل في طرق للوقاية من السكري؟ طبعا السكري في طرق الحمد لله للوقاية منه، اللي هي أولا وزي كل الناس عارفة إنه الواحد لازم يتبع نظام حياة صحي، الرياضة بصورة مستمرة. صحيح. الواحد لازم في النهاية يبطل الأكل الكثير، يعني يقلل الأكل. صحيح. وفي النهاية الأكل لازم يكون صحي،
يعني ما ممكن واحد يجي يقعد من الصباح ويأكل كلها نشويات ودهون ويقول لا أنا ما بأكل كثير بأكل كمية بسيطة، ودي حاجة كثيرة بنسمعها من المرضى. صحيح. بحيث يقول لك أبدا والله أنا يعني ما بأكل كثير، هم كلهم شوية تمرات على الفطور والغداء والعشاء واللي هي كلها سكر يعني. صحيح. في النهاية الرياضة مهمة جدا، لو الواحد التزم بالرياضة بصورة يومية أفتكر دي لوحدة ممكن تكون كافية للوقاية من السكر. يعني هو بالانس أو موازنة بين اللي تاكله واللي تحرقه. صحيح. فبكده الواحد يقدر يحافظ على نفسه. طيب وإذا يعني كان المرض في بدايته، إذا كان المرض في البداية ده أفتكر ده أفضل وقت إنه الواحد ممكن يساعد نفسه في إنه خلينا نقول يتخلص من السكر أو يغير عاداته. من الدراسات، في دراسات مهمة، وأنا أفتكر المرضى مفروض يكونوا ملمين بالنتائج بتاعته، وذر الواحد عنده النوع الأول أو النوع الثاني. كل ما تعالج السكر من أول كل ما كانت نسبة المضاعفات أقل. يعني وأنا بقول دائما للمريض، بيجي واحد عنده النوع الأول بقول له وبحكي لهم الدراسة إنه جابوا مجموعة كذا وكذا من المرضى، الناس اللي نظموا السكر في أول 7 سنوات حتى لو اختلف السكر عندهم في النهاية نسبة الإصابة بالمضاعفات أقل من الناس اللي كان عندهم السكر من الأول مش مضبوط. ممتاز. صحيح. فهذا طبعا مثل ما نقول هاي رسالة للمرضى إن لحد يقول سكري خفيف أو بعده في البداية، هو دائما من البداية إذا أنت حافظ على السكر، خصوصا مرض السكر يعني لا خصوصية، يعني لو مرض له خصوصية معينة، فلو حافظنا عليه ومثل ما أنت تفضل دكتور هو مرض طول العمر بيكون، يعني ما في أنا أقول لو اتبعت نظام غذائي أو مشيت على الدواء راح أتعالج 100% وراح يتم احتمال كبير يتم معي العمر كله، فلازم من البداية أتخذ الاحتياطات اللي أنا أحتاجها عشان ما أوصل لمضاعفات السكر أو ممكن نقول إن أخرها إلى أبعد مدى ممكن. نعم. في عندنا سؤال من رؤى على الإنستغرام تقول كيف يعرف الإنسان إنه راح يصاب بالسكري وهل النوع الأول وراثي؟ طيب كيف الواحد يعرف انه راح يصاب بالسكر؟ في حاجات محدده احنا دائما بننصح المرضى ينتبهوا يعني. لها لا قبل الاعراض. اذا كان النوع الثاني بيكون عاده الترانزين فاميليز، بيكون موجود في العائله. صحيح. اذا كان عندك حد في الاسره الاب او الام او الاخوان عندهم سكر، انت على الاقل نسبة الإصابة بتاعتك بالسكر حتى لو ما عندك الآن القابلية بتكون بين 4 إلى 6 مرات الشخص الطبيعي اللي ما عنده حد قريب وعنده سكر. وراثة يعني بتكون اللي هي احنا ممكن نقول وراثة او نقول خلينا نقول تكون في العائلة اكثر من قابلية، قابلية يعني قابلية اكثر. صحيح. يعني اذا كان الاب عنده سكر ما في حد تاني، انت نسبة الإصابة بتاعتك بالسكر ممكن تكون 3 مرات الشخص اللي أبوه سليم. يعني اللي الأب اللي عنده السكر مثلا يا السكر في 60. نعم. يعني كان سليم ويا السكر مثلا في 60، فنسبة الإصابة عند الأبناء عند الأولاد بتكون أعلى. أوكي. يعني حتى لو ما كان مصاب قبل، حتى لو ما كان مصاب قبل لو بقى الأب والأم يبقى قابليتك إنه يجيك السكر كمان أعلى. ده دي أول حاجة. الحاجة الثانية دائما الشخص اللي وزنه زيادة عنده قابلية إنه يجيه السكر أكثر. صح. لو كل واحد طالع على نفسه دي الوقت وقف قدام مراية وشاف على رقبته مثلا في خط أسود بيكون موجود على الرقبة. صح. أو السكين تاجز اللي هي الزوائد الجلدية الصغيرة محمودة اللي تكون شي معلقة في الجلد. في ناس تكون عندهم هذه، لو الواحد عنده معناته عنده قابلية إنه يجيه السكر. صح. إنه يجيه السكر برضو. صحيح. ده قبل ما تجيه أعراض. بعدين لا من تبدأ الأعراض اللي هي زيادة في عدد المرات اللي يتبول فيها الواحد أو كمية السوائل اللي بيشربها في اليوم، هذه كلها بتدل على إنه الواحد قد يجيه إصابة بالسكر. جميل. دكتور نأخذ هذه المداخلة. ألو. سلام لك محمود. سلام ورحمة الله. تعرف عليك محمد. تفضل يا ابو حمد. طالما لك في ثلاث نقاط عشان ما نطول. تفضل. اول حاجه نتمنى ان يعني حتى قبل الاصابه بمرض السكر تكون في كل المراكز اللي هي الدايت يعني ومصنفه، اذا كنت تعاني من وزن زايد، اذا كنت مثلا عندك سكر، اذا كنت يعني عندك الكلى، اذا كان عندك الامراض اللي هي الضغط، يكون يعني هيئة الصحة مو مقصرة
لكن مثلا لو في كتيب يعني كل مرض مثلا الدايت او الاغذيه المناسبه له. ممتاز. التثقيف يعني المرضى بحيث انه يعرف انه هذا مثلا المناسب لي انا كمريض سكر او كمريض ضغط او كمريض كلى او كمريض يعني الامراض الساريه الموجوده. واضح. فاتمنى يعني تكون انه يعني بهالصوره. ثانيا سؤالي للدكتور حاليا يعني انا اللي جربته واتوقع انه مجرد الوان الخبز الاسمر يزيد السكر ولا ينقصه. هاي تجربه شخصيه عندي ما ادري الدكتور. بعدين زين السؤال الثالث الخبز الاسمر الموجود استخدمته انا كنوع اساس تخفيف اعراض السكر طلع للاسف انه مجرد يعني اتوقع انه مجرد بس لون اما كسكر ما ممكن ارتفع عدد واضح زياده. واضح. وفي النقطة الثالثة اسمح لي على الإطالة اليوم هيئة الصحة جزاها الله خير موفرة كل شيء ساعات يستبدلون أدوية مكان أدوية فيليت الدواء اللي يتم استبداله لأي سبب كان يتم أخذ استبيان المرضى نفسهم. يعني أنا مرة استخدمت مضاد 4 أيام ما كان فيه تحسن خذيت الأصلي من السوق كان من أول حبة فلو مثلاً دواء السكر أو مخالفة من الأدوية أي أدوية يعني مستخدمة جديدة تنزل يعني يتم مثلاً الاستبيان من الأشخاص اللي يستخدمونه حتى أن أنت شوف يعني برجع للطبيب مرة أخرى. لا أنا ليش بقول لك شيء الحين عشان بس أقدر أجاوب على الأسئلة هذه لأن قدامي 3 دقائق فاختصر. جزاك الله خير مشكورين بس ما أدري إن شاء الله وضح النقطة. إيه واضحة. واضحة. طول عمرك الله يسلمك. يا تفضل دكتور. طيب بالنسبة للخبز الأسمر. بالنسبة للخبز الأسمر الفرق بين الخبز الأسمر والخبز العادي الخبز الأسمر فيه كمية من الألياف أكثر. وجود الألياف بيخلي الوجبة ما يتم امتصاصها بسرعة شديدة وبالتالي المعدل بتاع السكر لما الواحد يأخذ الخبز الأسمر بيرتفع لكن ما بيرتفع فجأة لمعدلات عالية وينزل اللي هو بنقول شنو بيكون زيادة تدريجية. والخبز العادي بالتالي بعد الوجبة مباشرة بيطلع السكر لمعدل عالي جدا وبعدين بينخفض. السؤال محمود ما الأدوية لما يكون في دواء مش موجود بتكلم شيء مثلا عن مضاد كل الأدوية موجودة في الهيئة كل الأدوية موجودة ودائما لما بس يتكلم عن براند ثاني يكون مثلا مو موجود استبدلنا هو يتكلم عن المضاد نعم. مثلا خذ 4 أيام اليوم الخامس أخذ دواء ثاني شاف في تحسن هو من خبرتنا محمود في الأدوية الموجودة اليومية اللي نستخدمها في العيادة ممكن اسم على البوكس يختلف ولكن التركيبة تتم نفسها التركيبة الكيميائية التركيبة الكيميائية نفسها ولكن اختلاف الشركات فلو مو موجود وحين نعطيك بديل مساوي له ما نعطيك بديل أضعف عنه وحتى لو كان أضعف نقول لك مثلا خذ منه مرتين بدل مرة لأن هذا أضعف مثلا وفي الأدوية المزمنة دكتور سؤال بالنسبة للأدوية المزمنة استبدال الأدوية المزمنة هو في الغالب ما يعني أنا لي فترة في دائرة الصحة فما شايف بيتبدل الدواء في الغالب احنا بنضيف دواء زيادة بس افتكر حتى لو حصل استبدال للدواء بيحصل بناء على دراسات معينة صحيح اما هذا الدواء اكتشفوا انه فيه خلل بالتالي حيتسحب او حندخل دواء في دراسات بتقول انه هذا الدواء مفيد اكثر من الدواء اللي قبله بنجاوب اول سؤال على السريع عن البروشورات عشان الاكل موجوده اخوي البروشورات بس تكون عند خبيره التغذيه فانت لما تيجي المركز خدمه عند خبيره التغذيه بالعاده تحصل موعد خلال نفس الاسبوع تقابلها تعطيها مشاكلك الصحيه تعطيك نظام غذائي مخصص لك انت بكافه المشاكل الصحيه حتى انا يعني ادعو جميع المستمعين انه يتابعون حسابات هيئه الصحه بدبي على وسائل التواصل الاجتماعي سواء تويتر انستغرام فيسبوك يوتيوب يعني صحيح. في وايد معلومات مهمة لكم صحة وسعادة نفس الفلارات مليانة معلومات صحية وغذائية وعن السكري صحيح. وايد حلقات سووها عن السكري عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم دكتور علاء الدين بشير استشاري غدد الغدد مستشفى دبي يعني نحن شاكرين لك وتواجدك معنا كلمة أخيرة تسمح لنا عيسى في 30 ثانية تبغي تقولها دكتور أنا الكلمة اللي حقولها إنه بذكر المرضى إنه الوقاية خير من العلاج اللي عايز يعيش حياة صحية يلتزم بالغذاء الصحي
ويلتزم بالرياضة، وإن شاء الله كل الناس ربنا يديهم العافية يا رب. شكرا لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك يا محمود. شكرا لك معكم. لا باكر في الدوام إن شاء الله. دوام أوكي. شكرا لك ميرا الغفلي. شكرا لك عيسى سبيل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.